بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، إن شاء الله اليوم راح نبدأ في موضوع من أهم مواضيع الكول سنتر على الإطلاق. موضوع جدا متقدم، موضوع بينبنى عليه تفاصيل كثيرة، موضوع ملوش حدود من ناحية إيش؟ من ناحية الإمكانيات. موضوع ملوش حدود من ناحية الإمكانيات يا جماعة. طيب، موضوعنا اليوم بيحكي عن الـ Interactive Voice Response، أو ما يطلق عليه مصطلح الـ IVR. الـ IVR خلينا بدنا نتعرف عليه ونحكي عنه بتفصيل محدود، مش راح نحكي بتفاصيل كتير متقدمة لأنه الأمور المتقدمة راح تطلع برا موضوع الكورس. كمان موضوع الكورس إحنا هنحكي عن الإيزابيل بحد ذاته، كيف نطبق الـ IVR على الإيزابيل، بس انه احنا بدنا نحكي عن الاي في عن الاي في ار بشكل كتير ادفانس. راح نضطر نحكي عن تفاصيل اكثر ونطلع برا دائره الايزابيل فويب سيستم، بس راح نتطرق لبعض الامثله او لبعض النقاط او الى اي حد ممكن الواحد يستفيد من الاي في ار بشكل عام. طيب، الاي في ار خلينا نعرف ايش هو بالتحديد. التعريفات هذه انا يعني، او الكلام هذا انا ما صغته، انا يعني بحثت عن مقالات بتحكي عن الموضوع هذا، يعني تحاول توصل المعلومة باقل جمل ممكنة. فهم راح يكونوا تقريبا بثلاث، ملخصهم في ثلاث نقاط راح نحكي فيهم ان شاء الله واحدة واحدة. الفيديو هذا راح يكون نظري بحت، بعده ان شاء الله راح يتم التطبيق في الفيديو اللي بعده ان شاء الله بشكل عملي. طيب، الاي في ار ايش بيحكي لنا؟ هان بيحكي لنا انه الاي في ار it is an automated telephony system that interacts with caller. الاي في ار هو عباره عن سيستم، الاي في ار هو عباره عن سيستم، خلينا نحكي عن اوتوماتيك، بيشتغل نظام اوتوماتيك، تمام، بتعامل او بتفاعل مع الكولرز. مين الكولرز؟ اللي هم المتصلين، اللي هم الكلاينتس. عباره عن سيستم بتم برمجته بشكل يدوي حتى يعمل بشكل اوتوماتيكي، بشكل دايناميك، بطريقه فكره تعامله انه في حتكون تفاعل او خلينا نعمل نحكي انتر اكتس مع مين؟ مع الكولرز اللي هم المتصلين من خارج المؤسسه، من خارج السيستم. طيب، ايش وظيفة الـ IVR هذا؟ gathers information، بيجمع المعلومات and routes and routes call to appropriate recipients. بيجمع المعلومات من الكولر، ايش يعني بيجمع معلومات؟ يعني بديش احكي عن تفاصيل امثلة، حنحكي عنها كمان شوي. بيجمع معلومات من الكولر بهدف تحديد مسار المكالمة. بيجمع معلومات من المتصل بهدف تحديد مسار المكالمة. طيب، الـ IVR بيحكي لك انه هذا، انه الـ IVR accepts a combination of voice telephony inputs. بيقبل من الكولر مجموعة او خليط من الـ inputs. ايش يعني خليط من الـ inputs؟ يعني كيف المعلومات اللي بيجمعها؟ اما عن طريق التاتش تون كيباد. ايش التاتش تون كيباد؟ اللي هي لوحه الارقام اللي بتكون على التليفون، مش يعني في مثال من الامثله لما بتتصل على شركه، على اي شركه معينه اقربهم اللي هم شركات مزوده الانترنت، لما بترد عليك الاسطوانه اللي حكينا عنها في قضيه في محاضره الكيو او في فيديو الكيو والانونسمنت والريكوردينجز. بس انت لما بيجي بيطلب منك بيحكي لك انه انت اذا كنت تريد الدعم الفني اضغط كذا، هو حاليا ايش بيعطيك خيارات عشان يعرف كيف يوجه المكالمه تاعتك على اي قسم. اذا كنت تريد الدعم الفني اضغط كذا، اذا كنت تريد قسم الجوده اضغط كذا، اذا كنت تريد مثلا الاداره اضغط كذا، الماليه اضغط كذا، بيعطيك خيارات على اساس انت شو بتختار هو راح يوجه المكالمه تاعتك. فهو مجموعة من الانبوتس، ممكن تكون عن طريق التاتش باد، التاتش تون كيباد سيليكشنز اند بروفايد ذا ابروبريت ريسبونس، وبيدعم الرد اما
يعني ايش تكون قصده، يعني بيقصد ايش تكون، ايش بتكون نتيجة او ردود، نتيجة الردود تاعتك انت. انت طلب منك، اعطاك خيارات، طلب منك انك تضغط على واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة، انت ضغطت على واحد من الارقام هذه حيرد عليك. حيرد عليك بايش؟ اما بيكون مثلا مسج فويس مسج، او ممكن مثلا انك تهندل الموضوع انك تبعت فاكس او تعمل كول باك، تعمل اتصال لرقم معين، او تبعت ايميل، او تخزن في داتابيز حتى، او تعمل كونتاكت ميثودز. ايش يعني كونتاكت ميثودز؟ انه ممكن عن طريق الضغط على الارقام هذه تكون انت مبرمج الاي في ار مع اي بي اي معين، مع ابلكيشن، مع ويب ابلكيشن انت رابطه مع الفويس سيستم تاعك، يشغل فانكشن معينه، تقوم بعمليه حسابيه معينه، مثلا انه تحسب تكلفة مثلا مجموع الفواتير اللي عليك مثلا، او تعطيك ايش حسب بياناتك المدخلة انت عندك عند الشركة، يعطيك اوفر خاص فيك انت. فحسب ايش هو المعلومات اللي انت بتدخل له اياها، هو راح يعطيك، راح يعمل لك، راح يفرود الكول تاعتك اما لمسار معين، او راح يرجع لك بيانات معينة. طيب النقطة اللي بعدها بيحكي لك إنه الـ IVR application provides pre-recorded voice responses for appropriate situations. هو يحتوي على مقاطع صوتية مسجلة مسبقا، تمام، لكل خيار أو لكل situation أنت مختاره. على فرض إنه اهلا ومرحبا بكم في شركه الاتصالات الفلسطينيه، اذا كنت تريد الدعم الفني اضغط كذا. طيب بعدها اذا كنت تريد معرفه مثلا قيمه فواتيرك اضغط كذا. طيب على فرض انك بدك تعرف قيمه فواتيرك مثلا، بدك تضغط رقم اثنين. رقم اثنين حيطلع لك، بناء على ضغطك لرقم اثنين حيطلع لك مقطع صوتي اخر، ممكن يعطيك خيار اخر انه مثلا بدك تعرف فاتورة الشهر الحالي، ولا فاتورة الشهر السابق، ولا فاتورة مثلا اضغط مثلا الرقم كذا، او ادخل رقم الشهر الذي تريد مثلا معرفة الفاتورة الخاصة به، تمام. فهو بناء، يعني هو عبارة عن بروسيجر او مجموعة من الاجراءات بيتم ربطها بشكل متسلسل، تمام، وبناء على تفاعلك مع البروسيجرز هذه انت بيتم توجيهك لمسار معين. طيب طبعا بيحكي لك انه بناء على سيتويشنز او الكيباد سيجنال لوجيك، طبعا بناء على حالات معينه، او على الارقام اللي انت بتقوم بالضغط عليها على الكيباد. بيحكي لك كمان انه ممكن عن طريق انك تعمل اكسس تو ريليفنت داتا اند بوتنشالي ذا ابيليتي اوف ريكورد فويس انبوت فور ليتر يوز. ممكن تقدر تعمل اكسس للريليفنت داتا، انه من ضمن الداتا اللي ممكن تعرفها او تعمل اكسس عليها، اللي هي مثلا قيمه الفاتوره تاعتك، انت بترجع داتا قاعد، او مثلا حابب تعرف انت مثلا الكوتا الخاصه بالانترنت الخاصه فيك، او سرعه الانترنت الخاصه فيك، او العروض مثلا انت بدك تعرف عنها. هذه عباره عن داتا انت مرجعه بيتم اسماعك اياها. طيب يحكي لك ان الاي في ار سيستم اولسو يوزد ديوال تون مالتي فريكونسي. ايش الديوال تون مالتي فريكونسي اللي هي اختصار للدي تي ام اف، او ايش اعتمادها؟ بتعتمد على الدي تي ام اف. الدي تي ام اف هي عباره عن الاصوات التي تصدر من لوحة الأرقام. أكيد كلنا لاحظنا إنه نغمة الرقم واحد تختلف تماما عن نغمة الرقم اثنين، تختلف عن أربعة، عن خمسة، عن ستة، عن تسعة، حتى عن النجمة وعن الصفر. كل رقم من هدول له فريكونسي معينة، له فريكونسي معينة، الفريكونسي معينة. طبعا هذا الكلام ستاندرد، يعني ما في اختلاف، وعلى هذا الاساس تم انبنت فكره الدي تي ام اف، انه انا عندي كل رقم من الارقام الكيباد، كل صوت يعني بيصدر بفريكونسي معينه، بناء عليها بيعرف السيستم انه انت شو الرقم اللي قمت بالضغط عليه. يعني الصوت رقم الزر رقم واحد هذا، تمام، كيف عرف السيستم اني ضغطت رقم واحد، او مثلا لما بدي اضغط بدي ارن على الاكستنشن 100 او 101،
تمام، كيف عرف انه انا بدي وبعدها عملت كول، كيف عرف انه انا مثلا محتاج اني اتصل على الرقم 101؟ عن طريق الارقام اللي انا دخلتها، الفريكوانسي اللي انا ارسلتها للسيستم هذا. الفريكوانسيز هذه هي بناء عليها هو بيعرف شو الرقم اللي انت طلبته وبيبدا يعمل البروسيس بناء عليها. طيب اي في ار سيستمز also use the dual tone multi frequency DTMF DTMF signals as a line of communication، كخط اتصال ما بين الفون والكمبيوتر. الكمبيوتر اللي هو يقصد اللي هو السيستم او الفوب سيستم. The computer uses a telephone board or card to understand DTMF signals. الكمبيوتر طبعا ممكن توصل فيه، هو يقصد انه ممكن توصل فيه سماعه بلوحه ارقام، تمام. بتم الكمبيوتر كيف بيفهم الارقام هذه؟ ممكن عن طريق ايش؟ عن طريق كارد انت بتركبه. طبعا هذه يعني خلينا نقول الامور القديمه، ولكن في الامور الحديثه بشكل عام زي السوفت فونز او التليفون الخاص بالانالوج سيستمز، فالموضوع موضوع الدي تي ام اف موضوع عام، ما غير مقيد بالفويب سيستمز، هو مربوط بالفويب سيستمز وكذلك بالانالوج او التراديشنال سيستمز. طيب احنا عرفنا ايش الاي في ار، وعرفنا ايش يعني اخذنا نظره عامه عن شو الاي في ار وشو بيشتغل الاي في ار او شو بنستفيد منه. طيب الان كيف بيشتغل الاي في ار؟ كيف الكونسبت اللي هو مبني عليه؟ طيب هاو a call moves through the IVR systems. على فرض انه انا هي الكاستمر عندي، قام باجراء مكالمه على رقم الشركه. احنا في الاول ايش حكينا؟ يعني اذا بتتذكروا في موضوع الكيو، في موضوع الكيو خليني قبل هذا نرجع على الكيو هنا احنا حكينا المكالمه هنا بتيجي من الخارج مباشره بتفوت على الكيو. هذا في حال ايش؟ في حال احنا اصلا ما في اي في ار، الاي في ار مش موجود، وانك المكالمه اللي جايك من برا تدخلها مباشره على الكيو، الموضوع نسبي. انت كيف المؤسسه تاعتك او الشركه تاعتك كيف سياستها؟ هل انت بحاجه يعني مثلا لتوجيه المكالمة عندك لأكثر من قسم؟ يعني أنت معنى أنه الاتصال يتم توجيهه لأكثر من قسم، ولا هو قسم واحد فقط التكنيكال سبورت، والتكنيكال سبورت الكيو تاعته عليها الانونسمنت تاعتها أو الريكوردينج الخاص فيه وخلصنا، أي واحد بيتصل بيسمع الريكورد وبيفوت على الكيو بيتم خدمته والسلام. فالموضوع نسبة وتناسب، ولكن احنا بنحكي هلقيت انه دخلنا في موضوع الاي في ار، الاي في ار لا انا مش حوجه المكالمه لكيو مباشره، لا حوجه المكالمه هنا حوجهها لاي في ار، حوجه المكالمه من الكلاينت لاي في ار سيستم، تمام. الاي في ار سيستم بيعطيني خيارات 1 2 3، طبعا بمسج صوتيه اهلا ومرحبا بعد الرساله الترحيبيه، وبعدين بيحكي لك اذا كنت تريد مثلا المين منيو القائمة الرئيسية، الفريكوينت كويستشنز مثلا، الكونتاكت مثلا اضغط كذا، اذا كنت تريد مثلا المين منيو اضغط كذا، اذا بلا بلا التفاصيل. فهو بيبدا يوجه المسارات تاعتك. يعني الفوي الاي في ار هو عبارة عن ايش؟ سيستم متكامل. طيب ناخذ مثال يعني اكثر توضيحا. عندك هنا الاي في المكالمه لما بتيجي من الخارج بتفوت على الاي في ار، لما بطلب منك تضغط الرقم على 1 مثلا بدك واحد بيقول لك الواحد بوجهك على مثلا معرفه البيلينجز او الفواتير الخاصه فيك. لو بدك تضغط مثلا بريس 2 حيوديك على قسم السيلز والمبيعات، ولو بدك مثلا بدك تسال عن اوفر معين، عن مثلا عن الخدمه اللي انت ماخذها شو تكلفتها او شو ايش ايش الامور الماليه الخاصه فيها. مثلا لو بدك تضغط رقم 3 بدك تروح للسبورت، تمام. هو هذا ابسط الاوجه الخاصه بالاي في ار، انه انت
تظهر انه بسمعك اسطوانه، بيعطيك خيارات، بناء على الخيارات هذه بتضغط بوجهك على كيو. طبعا لو نيجي هنا المين منيو مثلا بتكون عباره عن كيو او اكستنشن، او حتى ممكن يكون مقطع صوت، مقطع صوت ريكورد بس، تمام. بس هنا مثلا لو بدي اوديك على البيلينج سيستم، البيلينج الفواتير هذه مش شخص اللي راح يرد عليك مثلا، هنا مش شخص مثلا اللي راح يرد عليك، مش موظف مثلا حيرد عليك مثلا اضغط. يعني هنا ممكن يكون في كمان الاشي متتابع، يعني على فرض، خلينا بس نجيب المساحة، طيب احنا عندنا رقم واحد بوديك على البيلينج، بس كيف هو حيعرف مثلا انه انت الشخص المخول انك تعرف الفاتورة تاعتك، تمام؟ فلابد انه يعني لابد انه يكون الشخص المتصل او اللي بده يعرف الفاتورة هذه هو صاحب، هو الصاحب الفعلي للرقم. وبالتالي مثلا بعد ما تدخل الرقم وتطلب الرقم واحد، ممكن يطلب مثلا الاي دي تاعك، الاي دي المسجل عندهم وين؟ في الفويب سيستم، عندهم في الفويب سيستم. مش هيكون الاي دي تاعك مسجل في الفويب سيستم، هيكون مثلا مربوط في داتابيز، في دي بي الداتابيز هذه، تمام. اما انت كمشترك عند الشركه هذه هيكون بياناتك الشخصيه من ضمنها الاي دي، الاسم، الايميل، رقم الجوال او رقم الهاتف، مثلا ايش العروض، ايش العرض اللي انت منتسب له، تفاصيل كثيره. فحيطلب عشان يعطيك قيمه الفاتوره الصحيحه، تمام. حيطلب منك اول شيء تضغط على رقم واحد، رقم واحد حيوجهك لرقم مثلا، رقم على منيو، على منيو ثانيه فيها مثلا مثلا اذا كنت تريد معرفه الفاتوره الحاليه اضغط كذا. بعد مثلا تعرف، بدك مثلا تعرف قيمه الفاتوره الحاليه، حيطلب منك مثلا ادخال الاي دي الخاص فيك. دخلت الاي دي الخاص فيك، حيروح يبحث في الداتابيز، بعدين حيرجع عشان يعطيك قيمه مثلا الفاتوره تاعتك. ففي تسلسل للاحداث بيصير، تسلسل للاحداث مثلا. بس لو بدك تحكي مع، تضغط رقم اثنين وتروح للسيلز، السيلز هنا حيواجهك على كيو، على كيو. الكيو هذه خلص، كيو عباره عن ايش؟ مجموعه من الموظفين الخاصين بالسيلز حيستقبلوا مكالمتك مباشره، وكذلك السبورت. بس في شركات قبل ما يواجهك للسبورت حيفحص مثلا اول شيء هل خطك اصلا انت مفصول بسبب، او بسبب مثلا عدم دفع للفاتوره. اذا كان خطك مفصول بسبب عدم دفعك للفاتوره، طبعا هذا الكلام برضه حيكون مبني على مين؟ على الدي بي، على الداتابيز. حيظهر لك مسج انه يعني تم فصل خطك او تم تجميد خطك بسبب انه عدم دفع الفواتير من قبلك. هذا الموضوع بيؤدي لايش؟ لتخفيف المكالمات على موظفين السبورت مثلا. ليش الموظف السبورت يرد عليك ويقول لك يا استاذي مثلا انت خطك مجمد لانك مش دافع، وادفع عشان ترجع لك الخدمه. فالموضوع هذا ممكن لا يكون لسبب انه بدي اخفف العبء عن موظفي الدعم الفني اللي عندي، فممكن انا اعمل اربط الاي في ار معي باي الخاص بي، باي بي اي يكون مربوط بالداتابيز وبابلكيشن خاص فيه انا بعمله، على اساس انه اقدر اهندل الموضوع واسهل وصول المشترك للمعلومه تاعته في اقرب وقت، يعني اقرب وقت ممكن. انا اخفف على الموظف اللي عندي، وبنفس الوقت انا بسهل وبسرع على المشترك انه ياخذ المعلومه اللي بده اياها. طيب نيجي للموضوع، للنقطه اللي بعدها، الصوره الاخيره بتوضح. يعني انا يعني جبت عدادة مصادر الصور من باب انه يعني ايصال الفكره باكثر من طريقه. انا عندي هي الكلاينت، انا عندي الكلاينت، تمام. الويب سايت او الاب، يعني هنا صار الموضوع له علاقه في ابلكيشن، ويب ابلكيشن. سيبك من موضوع الويب ابلكيشن، احنا عندنا الكلاينت فات مباشره على الاي في ار، اتصل على رقم الشركه، دخل على الاي في ار. الاي في ار هي عباره عن ريكوردينج، تمام، عبارة عن ريكوردينج. بدايتها حتكون رسالة ترحيبية،
تمام. بعدها بيبدأ يعمل اوتوميت، تمام. ممكن يكون الموضوع فيه اوتوميشن لبروسيس معين انت بتطلبه بناء على خياراتك، او تحليل معين. ايش التحليل المعين؟ اللي هو المثال اللي ذكرناه في الاول، انه انت طلبت السبورت، فقبل ما يحاولك على السبورت حيفحص الخط تاعك، حيفحص الحياة، حياخد هو لحاله بشكل اوتوماتيك، بشكل اوتوميتد، حيعمل تحليل للداتا تاعتك، وحيبني على اساسها قرار انه هل يوجهك للسبورت تيم، او يظهر لك مسج انه يحكي لك مثلا انه انت مش دافع، او انت الخط تاعك عليه صيانة، او شو وات ايفر، شو المسج. ولكن بناء على التحليل هذا حيطلع لك مسج مناسبة انه يوفر عليك انك تحكي مع السبورت، ويوفر على السبورت وقت انه خلص يعني امشي للمشترك اللي بعده. طيب، فهذا باختصار شديد الاي في ار. طبعا الاي في ار لو بدنا نحكي عن تطبيقاته الواسعة، تطبيقاته معتمدة على احتياجات، يعني على احتياجات الشركة نفسها. الشركة قديش هي حابة تطور في السيستم تاعها، قديش هي حابة انه تختصر وقت وجهد على الموظف وعلى المشترك نفسه، في انه يعني الموظف انه يقدم الخدمات باسرع وقت ممكن، والمشترك انه ياخذ اللي بده اياه باسرع وقت ممكن. فالموضوع هذا كتير كتير مبني على شغل الاي في ار. الموضوع يعني الشغل الادفانس اللي بنحكي فيه من ناحية الاناليسز، وال يعني ممكن نحكي فكرة انك تضغط الرقم واحد يوديك على السيلز، رقم اثنين على السبورت، هذه بتنعمل من الجي او اي، من ايزابيل كجي او اي سيستم، او خلص الموضوع. بس تيجي تحكي على موضوع انه بيلينج سيستم، بدي انا اعمل اناليتكس للكاستمر، وابني عليها قرارات توجه المشترك، ترد عليه باسطوانات معينة. الموضوع هذا هيك احنا بنفوت في الشغل الادفانس في الفويب، وبصير انه انت بحاجه لك لتكتب الاي في ار او الكول فلو هذا بايدك ككودينج. ببطل الموضوع له علاقه بالجي او اي خالص، الموضوع بصير اما كودينج عن طريق انك تكتب اي بي اي ابلكيشن وتربطه مع الويب، مع الفويب سيستم تاعك، او ممكن يكون انت رابط الفويب سيستم مثلا مع السي ار ام، مع نظام السي ار ام، وتبدأ تاخذ وتبني قرارات على اساسه، وترد على المشترك فيه. فالموضوع ما بيقف لحد انه والله انا بس اوجه المكالمه للسيلز او للسبورت او للاداره او للفاينانشال ديبارتمنت، لا، الموضوع اكبر من هيك. الموضوع ممكن اصلا ما احتاجش انه انا اوجه المشترك للتيم تاعي، يعني انه يتوجه انه يتم الاتصال على موظف الدعم الفني، هذه اخر مرحلة ممكن يوصل الها المشترك. يعني ممكن المشترك يقضي كل ما يحتاج من خدمات دون الرجوع لموظف الدعم الفني، الا لو هو فعلا بحاجة لموظف الدعم الفني. ساعتها عن طريق المنيو الخاص اللي بتكون في الاي في ار، ساعتها بيضطر انه مثلا لانه يتم توجيهه مثلا لموظف الدعم الفني. بهيك ان شاء الله انا بكون شرحت الاي في ار بشكل نظري، وان شاء الله بتكون وضحت الصوره. تطبيقه بشكل عملي راح ان شاء الله يكون في الفيديو اللي بعد هذا ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه ومشكورين كثير.